بهالفيديو راح اخبركم عن 5 أشياء لازم تسويها قبل ينزل جهاز البلاي ستيشن 5 عشان بس ينزل تستمتع فيه بشكل جدا كبير. فاتمنى لو على الاقل استفدتوا بمعلومه واحده من هالفيديو تدعم الفيديو بزر اللايك. فيلا خلينا نبدا بالفيديو. قبل نبدا الفيديو بس حاب اشكر اي اي ولينوفو على رعايتهم للفيديو، وفي شيء خرافي اظن راح يهم عدد جدا كبير منكم. اللي ما يدري، لعبه ايباكس ليجند تعتبر من اضخم العاب الباتل رويال والمفضله بالنسبه لي، لانها لعبه باتل رويال مميزه عن غيرها بالشخصيات والسبيشالست والخاصيات وكل الاشياء الخرافيه اللي ما بتشوفها موجوده باي لعبه باتل رويال ثانيه. طبعا لعبه ايباكس ليجند اعلنوا عن سيرفر للشرق الاوسط، والسيرفر صار له نازل فتره فما راح تاكل هم اللاج او البينج العالي لما تلعب ايباكس ليجند. من فتره جدا قصيره اعلنوا عن السيزون الخامس، ونزل معاه شخصية جديدة باسم لوبا، باتل باس جديد، وجيم مود جديد باسم الكنز المفقود كمان نزل. هالاشياء كلها اللي ذكرتها موجودة حاليا باللعبة، مو اشياء جاية بالمستقبل. اللي جاي بالمستقبل هو كروس بلاي على نهاية السنة، واللعبة كمان راح تنزل على الموبايلات. فإذا قاعد تفكر انك تلعب لعبة باتل رويال جديدة مميزة مجانية ومدعومة بالشرق الاوسط بسيرفرات، ايبكس ليجند هي افضل خيار. لمعلومات اكثر ورابط التحميل موجود بالوصف. لعبة موجودة على البلاي ستيشن، اكس بوكس، بي سي بشكل مجاني، بس افضل شيء طبعا انك تلعبها على البي سي. وإذا كان ما عندك بي سي أو لابتوب جيمنج وساكن بالإمارات، فإي إي أو إيبكس ليجند نفسهم متعاونين مع شركة لينوفو الشرق الأوسط، وعاملين خصم 500 درهم على كل لابتوبات الجيمنج من لينوفو لنهاية الأسبوع. اللينك موجود بالوصف. ولو قررت تشتري لابتوب في عندك هالكودين قدامك على الشاشة، استعمل أحد هالأكواد لما تشتري لابتوب، راح تاخذ معاه سماعة، ماوس وماوس باد بقيمة 700 درهم مجانا مع اللاب. طبعا الأكواد راح يستفيدوا منهم أول 7 أشخاص فقط، فاللينك كمان موجود بالوصف. وتذكير بسيط، هالفيديو داخل بالجيف أواي الشهر على القناة على كرت الشاشة. إذا حابب تفوت بالجيف أواي ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك بالقناة واترك أي تعليق في وسيلة التواصل معك. طيب، من أحد الأشياء المهمة اللي لازم تشتريها قبل لا ينزل بلاي ستيشن 5 هي هارد ديسك اس اس دي بمساحة 2 تيرا بايت أقل شيء. منك حاليا تشتري هارد ديسك اس اس دي من أي محل بوصلة يو اس بي، وسعره ما راح يتجاوز ال 300 درهم أو ريال سعودي. ممكن حد يقول طب ليش بشار البلاي ستيشن 5؟ أكيد راح يراعوا هالشيء وراح ينزلوه بمساحة كبيرة. صدقني لا، البلاي ستيشن 5 في منافسة شديدة بينه وبين الإكس بوكس حاليا على مين ينزل الجهاز بسعر ارخص، وراح يكون تنزيل سعر الجهاز على سعر الهارد ديسك او مساحته، لانه ما فيهم يضعفوا اي شيء بالجهاز. يعني والله ما فيهم يقولوا اوه هالبلاي ستيشن راح نحط فيه مروحه اقل بس ارخص، لا ما فيهم يعملوا هالشيء، بس فيهم ينزلوا البلاي ستيشن بسعه جدا صغيره ويقولوا لك بكل بساطه لو بدك سعه كبيره جيب هارد ديسك ووصله بالجهاز، يعني مخلينها بشكل جدا سهل، بس ما فينك تفتح البلاي ستيشن وتركب مروحه جديده فيه مثلا. الى الان ما بنعرف كم سعره البلاي ستيشن 5 بس ينزل، بس اظن راح يكون 1 تيرا بايت، وراح ينزلوا نسخه ثانيه 2 تيرا بايت وتكون اغلى. وصدقوني حتى 1 تيرا بايت ما راح تكفي حاليا، يعني خذوا لمحه من البلاي ستيشن 4، لسه ما شفنا العاب البلاي ستيشن 5 من البلاي ستيشن 4. كول اوف ديوتي مودر وورفير مساحتها حاليا 200 جيجا بايت، وهي لعبه على البلاي ستيشن 4، فعادي جدا متوسط حجم اللعبه على البلاي ستيشن 5 يكون من 200 الى 300 جيجا بايت. وغير هيك لا تنسوا انه في احتماليه جدا كبيره انه يمديك تلعب العاب البلاي ستيشن 4 اللي عندك اياها على البلاي ستيشن 5، فراح تحتاج مساحه للالعاب القديمه ومساحه للالعاب الجديده اللي هتنزل مع الجهاز. بجيب هارد ديسك 2 تيرا بايت الان، استمتع فيه على البلاي ستيشن 4، نزل كل الالعاب يلي عندك اياها وشاريها بس ما عندك مساحه تستمتع فيها، حملها واستمتع فيها، وبس ينزل البلاي ستيشن 5 شيل الهارد ديسك حطه بالبلاي ستيشن 5 وهونيك العب العاب براحتك بدون لا تاكل هم المساحه. طيب، اظن عدد جدا كبير من الناس بس ينزل جهاز بلاي ستيشن جديد راح يبيعوا جهازهم القديم اللي هو البلاي ستيشن 4 عشان خلص ما راح يحتاجوه وعشان يساعدهم بسعر الجهاز الجديد. فاذا ناوي تبيع البلاي ستيشن 4 تبعك في 3 أشياء مهمه لازم تعرفها. اول شيء انه لو ناوي تبيعها لازم تبيعها يعني حاليا، او اذا يعني ما يمديك تبيعها حاليا تبي تشيل تلعب على ينزل الجهاز الجديد، بيعها على الاقل قبل بشهر او شهرين من نزول البلاي ستيشن 5، لانه لو تبي تبيعها بعد ما ينزل البلاي ستيشن 5 فصدقني راح تبيعها بسعر جدا جدا قليل. هي اول معلومه. ثاني معلومه، لو ناوي تبيع جهاز البلاي ستيشن 4 انتبه انك لا تبيع مع السي ديات شرايط البلاي ستيشن 4 يلي ودك تلعبها، يلي انت العاب بتحبها لا تبيعها، لانه في احتماليه جدا كبيره انه العاب البلاي ستيشن 4 تشتغل على البلاي ستيشن 5، وبكل بساطه تحط السي دي بالبلاي ستيشن 5 وتلعب اللعب. فلو في لعبه فعلا انت تبي تلعبها على البلاي ستيشن 5 احتفظ فيها حاليا واستنى لنعرف معلومات اكثر. وغير هيك كمان لا تبيع ايد البلاي ستيشن، لانه كمان في معلومات طالعه انه احتماليه جدا كبيره انه ايد البلاي ستيشن 4 او الكنترولر راح يشتغل على البلاي ستيشن 5، فيعني على البلاي ستيشن 5 راح ينزل معاه ايد طبعا، بس اكيد راح تحتاج ايد ثانيه اذا تبي تلعب مع صاحبك او شيء من الكلام، فايادي البلاي ستيشن 4 اللي عندك اياها كمان لا تبيعها.
وغير هيك طبعا لا تنسى انك تعمل فورمات للبلاي ستيشن 4 تبعك قبل لا تبيعه. اذا ما بتعرف في لينك بالوصف بشرح لك كيف، لانه خلينا نقول انت شخص قلت خلص بسوي لوج اوت من حسابي وخلاص، يعني الشخص اللي هيشتري جهازي ما عنده الباسورد. صدقني لو الحساب مسويه على الجهاز حتى لو ما يعرف الباسورد فينا يتواصل مع سوني يقول لهم انا نسيت باسورد حسابي هذا الايميل، وفينا كمان يحكي لهم انه هذا السيريال نمبر للبلاي ستيشن 4 تبعي بشكل انه يرجعوا له الحساب له ويروح عليك. انا سويت هالحركه بس مو عشان اسرق حساب حد، انا حسابي انسرق، كان عندي حساب على ايام البلاي ستيشن 3، فكلمت سوني وقلت لهم هالحساب سويته من البلاي ستيشن تبعي وانسرق، فاعطيتهم السيريال نمبر الرقم اللي بيكون موجود ورا البلاي ستيشن. شركه سوني تاكدوا انه فعلا هالحساب تبعي ورجعوا لي اياه، معنى الشخص اللي سرق حسابي غير الايميل وغير الباسورد. فهمتوا كيف؟ فاهم شيء تعملوا فورمات للجهاز قبل لا تبيعوه وتعملوا دي اكتف لحسابكم. طبعا المعلومه الثالثه شيء جدا منطقي واظن الكل راح يوافقني، لازم قبل لا ينزل بلاي ستيشن 5 بالذات اذا تلعب العاب اونلاين انك تجهز لك انترنت سريع من الان، لانه العاب الاونلاين مثل ما عم نشوف كل تحديث ورا تحديث راح يكون 40 50 جيجا نفس كول اوف ديوتي مودرن وورفير، فلو ما عندك نت يساعد راح تتعذب مع هالشيء بشكل جدا كبير. بينما لو تلعب العاب تختيم او قصه ما اظن هالشيء راح ياثر عليك، فينك تخلي الجهاز يحمل اللعبه قبل بيوم واليوم الثاني تلعب فيها على راحتك، بس العاب الاونلاين كل اسبوع تحديث جديد 50 جيجا 40 جيجا 30 جيجا فراح تعاني بشكل جدا كبير. اظن اذا كنت ساكن بدول الخليج فينك تاخذ سرعه انترنت 50 جيجا بايت اقل شيء وبسعر جدا معقول، بس اذا كنت ساكن خلينا نقول بلاد الشام مصر او بعض الدول العربيه الثانيه فاظن سرعه الانترنت راح تكون شوي مشكله لك مع البلاي ستيشن 5. طيب والمعلومه الثانيه هذا شيء جدا مهم، نصيحه لا تشتري كنترولر جديد حاليا هالفتره ولا تشتري سماعه جديده، لانه الى الان ما بنعرف شو راح ينزل مع البلاي ستيشن 4. فيعني ممكن حاليا انت ناوي تشتري ايد بلاي ستيشن السكف او الريزر او الاسترو، هاي الايادي اللي فيها ضغطات من تحت اللي تخليك خرافي بالعاب الشوتر، او ممكن انك ناوي تشتري سماعه جيمنج استرو او ريزر او اي سماعه معينه، نصيحه لا تشتري لانه الى الان ما بنعرف شو الاشياء اللي راح تجي مع البلاي ستيشن 5. اول شيء راح يجي معه كنترولر اكيد، والكنترول تبعه راح يكون رهيب، فيعني ما اظن انه يعني لما ينزل بلاي ستيشن 5 تبي ترمي الكنترول اللي يجي مع الجهاز وتلعب بالكنترول القديم تبعك. ممكن حد يحكي طب انا بدي الضغطات يلي تحت الايد عشان العاب الشوتر وكذا، في قطعه سووها بلاي ستيشن مثلا مسوينها تقريبا من 4-5 شهور تحطها من الايد من تحت، قطعه جدا رخيصه مقارنه باسعار الايادي، تحطها بالايد من تحت وتصير عندك ضغطتين تحت لالعاب الشوتر، واظن شبه مؤكد هالقطعه فينك تركبها على ايد البلاي ستيشن 5. فهذا اولا لا تشتري كنترولر. ثانيا لا تشتري سماعه، لانه الى الان ما بنعرف السماعه اللي شفناها بالاعلان راح تجي مع الجهاز او لا. المفروض في سماعه تجي مع الجهاز، يعني البلاي ستيشن 4 اجى معها سماعه، فالوضع حاليا انه هالسماعه اللي شفناها حاليا راح تنزل مع البلاي ستيشن 5 وشكلها جدا خرافي، فالى الان ما عندنا خبر مؤكد، استنى لنعرف معلومات اكثر وبعدين قرر تشتري سماعه او ايد عشان لا تحس انك اشتريتهم على الفاضي. يعني بس ينزل البلاي ستيشن 5 جرب الايد اللي تنزل مع الجهاز، اذا ما عجبتك وقتها روح واشتري شيء ثاني، بس حاليا ممكن تندم لو اشتريت اي قطعه من القطع. اوكي وصلنا للمعلومة الأولى واللي أشوفها أهم معلومة، اللي هي إنك تجمع فلوس من هلا لتشتري مونيتور 120 هرتز مع البلاي ستيشن 5، وإلا ما راح تحس بأي فرق لما تشتري البلاي ستيشن 5 عن البلاي ستيشن 4. اللي ما يعرف البلاي ستيشن 5 راح يدعم 4K 120 هرتز، حتى بعض كلام بيحكي إنه راح يدعم 8K. ف شوف لو انت شخص تلعب العاب شوتر بس، العاب تنافسيه خلينا نقول كول اوف ديوتي اوفر واتش ببجي فيفا، العاب الاونلاين بشكل عام ما في داعي تشتري شاشه 4K، اشتري شاشه 1080p فول اتش دي، بس اهم شيء تكون 120 هرتز، لانه البلاي ستيشن 5 مؤكد 100% راح يدعم ال 120 هرتز، فحرام يكون عندك شاشه ما تدعم الا 60 هرتز وتشتري البلاي ستيشن 5 ما راح تحس اي فرق بالجرافيك والوضوح. اذا انت شخص تلعب العاب ستوري تحب تختم وتحب تشوف الجرافيك بالالعاب، فنصيحه انك تجيب شاشه 4K كمان 120 هرتز، لازم تجيب 120 هرتز بس معاها 4K، راح تدفع فلوس زياده لان كمان بلاي ستيشن 5 راح يدعم 8K، فيعني الجهاز قاعد يدعم 8K وانت قاعد تلعب فول اتش دي راح تحس انه في كثير مزايا بالجهاز ما عم تستعملها من ورا شاشتك. اذا بدك تاخذ فكره عن اسعار الشاشات، فسعر شاشه فول اتش دي 120 هرتز راح يكون تقريبا بين ال 200 الى 400 دولار، بس اذا كنت تلعب العاب تختيم وتبي شاشه 4K 120 هرتز فللاسف بدك تدفع بحدود ال 1000 دولار لتشتري هالشاشه. فاي لو انت ما تلعب العاب تختيم تلعب العاب شوتر وتبي بس فريمات عاليه عشان ما تنظلم مع الجهاز ما راح تدفع كثير، راح تدفع بحدود ال 200 الى 400 دولار، اذا تبي تلعب العاب تختيم فبدك تدفع الى ال 1000 دولار تقريبا. يا شباب هذا اليوم اتمنى يكون عجبكم، قبل نهايه الفيديو لا تنسوا تعملوا فيديو بزر اللايك، شاركونا بالتعليقات شو اكثر معلومه استفدتوا منها، واذا عندكم كمان معلومات ما ذكرتها بالفيديو تشوفوا لازم الناس يعرفوها اتمنى تكتبوها بالكومنت كمان، وبس كان معكم شرفيات شركة كيش كيف دي هاد تاني إن شاء الله.
مع السلامة.